خليني ابدا بشكر للدكتور اشرف صبحي عزيز الشاوي رياضه على اتاحه الفرصه ان اتحاد الفعاليات الرياضيه يبدا اولى فعالياته مع الصحفيين اولمبياد الصحفيين واسرهم. فعاليه بداناها لزياده تقريب وجهات النظر والتاخي والتحاب ما بين الصحفيين واسرهم. خليني اقول لك ان فكره ان انت تعمل بدايه مع الصحفيين ده مهم جدا بصفه ان انا احد ابناء الاسره الصحفيه، وكان ضروري ان احنا نكون البدايه مع يعني المجال الاعلامي والانطلاق الاكبر من الفعاليات الرياضيه، بالاضافه لان احنا عندنا الفعاليه بتضم كره القدم والضمن والطاوله وتنس الطاوله والبلاي ستيشن كبار وصغار. كل الافكار دي بداناها مع اتحاد الفعاليات الرياضيه، عندنا اجنده كبيره ان شاء الله هنقدمها في موسم 24-25 بتتضمن فعاليات للصحفيين العرب، اولمبياد جديد بنوجهه لكل الدول العربيه ان شاء الله يشاركوا فيه، عندنا كمان دوره كبيره بنجهزها ازاي تكون مدير فعاليات محترف، عندنا اليوم الرياضي المصري الصيني. والله هي دوره يبدو ان الزميل العزيز الاستاذ محمد يحيى يوسف رئيس لجنه الخدمات في النقابه بينظم هذه الدورة سنويا. أنا بأمانة شديدة أول مرة أحضرها هذا العام، لكن بأمانة أنا شفت زخم مهم، يعني حوالي لا يقل عن 300-400 صحفي علاوة على أبناء الصحفيين بيشاركوا في دورة، أنا من وجهة نظري دورات جديدة في كافة الألعاب، كرة قدم، تنس طاولة، شطرنج، بلاي ستيشن. فده دورة مهمة وبتجمع الصحفيين، بتجمع أسر الصحفيين. هذه الدورة طبعا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. في نهاية الدورة هيتم توزيع جوائز على الفائزين من الصحفيين وأسرهم. فأنا شايف أنه نشاط اجتماعي مهم ونشاط اجتماعي محترم بيجمع الصحفيين وأسرهم في مكان واحد يعني. طبعا احنا مبسوطين ان احنا كصحفيين بيبقى مشاركين دايما في النشاطات الاولى لكل اتحاد وليد، كل اتحاد لسه جديد بادئ نشاطاته. الحمد لله الفتره الاخيره كان في اتحادات كتير طالعه تبع لوزاره الشباب والرياضه، اتحادات نوعيه زي اتحاد الالعاب الالكترونيه، اتحاد الالعاب الترفيهيه، اتحاد الفعاليات الرياضيه. فالحمد لله كل دولة كان اول بطوله ليهم واول مشاركه ليهم رياضيه تعتبر شبابيه في مع نقابه الصحفيين، فده حاجه احنا بنعتز بيها وشرف كبير بنعتز بيه. يمكن اتبسطنا جدا ان كل مره بنعمل تبقى الانطلاقه الاولى، ودايما بنبقى وش الخير وش السعاده على كل الاتحادات ديت، فدي حاجه بتبسطنا. اليوم طبعا جميل، يوم رياضي جميل، سميناه اولمبياد الصحفيين على غرار سنه الاولمبياد السنه دي باريس 2024، على اساس ان هي فيها جمعنا النهارده لاول مره خمس العاب مع بعض، كره القدم، كره تنس الطاوله، الدومنا الطاوله، التنس الطاوله، فطبعا بلاي ستيشن طبعا. فطبعا ده احنا كل الناس مجموعه موجودين الصحفيين واسرهم يبداوا يشاركوا في يوم رياضي حلو، يوم رياضي محترم، تغيير جو، تغيير انشطه، نشاطات صيفيه حلوه، بالاضافه كمان ان احنا بنجيب اسر الصحفيين بما فيه تدعو للالفه والتالف مره ثانيه والحب الناس، الناس تبقى موجوده مع بعض، فده شيء جميل ان شاء الله. احنا بنشكر طبعا اتحاد الفعاليات طبعا اللي هو يقدر يجمع العدد دوت من زملاء في نقابة الصحفيين بشكل عام. ممكن يكون احنا مثلا فيها خاصه ان احنا مثلا فيها الرياضيين نقاد الرياضيين، لكن احنا النهارده في البيت الكبير اللي هو نقابة الصحفيين عاملين حدث كبير جدا، عدد كبير جدا من الزملاء، واهم حاجه ان في الاسر كلها متجمعه وابنائنا موجودين، كل فرصه لكل بيتعارف كله بيتجمع في يوم جميل. اعتقد دي مناسبه جميله جدا وبشكر عليها القائمين طبعا على التنظيم النهارده. الاتحاد بيهتم جدا بالصحفيين ومشاركتهم في الانشطه، يمكن ده اول فعالياتنا في الاتحاد، كنا حريصين جدا ان يكون البدايه من الصحفيين واسرهم بيشارك في الفعاليه النهارده مختلف الاعمار. كنا حريصين جدا على ان يكون في ترابط، في عدد كبير جدا من المشاركين، في تعاون ما بيننا وما بين نقابة الصحفيين طبعا وما بين الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه والالعاب الالكترونيه، وشايف ان التعاون ما بيننا ده ان شاء الله زي ما حضرتك شايف التنظيم وعدد المشاركين عدد كبير جدا، وان شاء الله في فعاليات اكبر الفتره اللي جايه.